لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل الشاب أحمد مصطفى فنارة، نظمت عائلة الفقيد والنادي الشعبي الرياضي صيدا مباراة ودية في لعبة كرة القدم بين فريقي نادي الأنصار بيروت والنادي الشعبي الرياضي صيدا، وذلك على ملعب صيدا البلدي. حضر المباراة أمين سر النادي الشعبي ورئيس اللجنة الرياضية في التنظيم الشعبي الناصرية عدنان بلولي، ورئيس نادي الحرية الرياضي محمد العسيلي، ورئيس نادي شباب البلد حسين البواب، وعائلة الفقيد وحشد من الرياضيين. رفع المشاركون خلال المباراة صور الراحل الشاب أحمد فنارة، وانتهت المباراة بفوز النادي الشعبي الرياضي بنتيجة 3-2 لنادي الأنصار. وفي ختام المباراة شكر بلولي نادي الأنصار العريق على مشاركته في المباراة الودية، وسلم لأعضاء الفريقين الميداليات والكأس للفريق الفائز. النادي الشعبي الرياضي في صيدا يشكر نادي الأنصار الرياضي العريق في رياضة كرة القدم في لبنان لتلبيته دعوة نادي الشعبي لإقامة المباراة الثانية عن روح المرحوم أحمد مصطفى الملقب بفنارة، وهو لاعب مميز في النادي الشعبي الرياضي، ولكن الله لم يعطه العمر المديد. شكرا لمشاركة نادي الأنصار، ونتمنى التعاون الدائم مع هذا النادي العريق، ويشرفنا حضوركم إلى مدينة صيدا.